تحية كبيرة مشاهدينا عبر موقع فنت، أنا سامي عرموش واقتراحاتي هيك الآتي. الجمعة العصر مدعوون للمشاركة باحتفال اختتام فعاليات المركز الجماهيري الكرمة وذلك في مسرح بيت الكرمة. أما سبت المساء فأنتم مدعوون للمشاركة بمهرجان الأفلام القصيرة في المتنبي في مسرح الميدان. لهم مشاهدينا انتهت نشيطنا لليوم، بتمنى لكم نهاية أسبوع هادئة ومريحة.